الرئيس ممثلا لصاحب السمو الشيخ سلطان القصري. معالي الوزير الاستاذ الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهره. الحضور الكبير العظيم اللي خضني ورئيس مهرجان القومي للمسرح اخويا وحبيبي محمد رياض. الحقيقه انا يعني مش هطول على حضراتكم، بس انا محتاج اقول حاجتين. اشكر بعض الجهات او الناس اللي وقفوا معانا، وبعدين هتكلم في اقل من نص دقيقه عن المهرجان. طبعا بشكر معالي محافظ القاهره لدعمه الكامل لينا في هذا المهرجان. بشكر معالي وزير الثقافه على دعمه الكامل لينا في هذا المهرجان. بشكر الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه التي تبنت هذا المهرجان ودعمته دعم شديد جدا. بشكر الهيئه العربيه للمسرح. بشكر شركاء النجاح اللي احنا شفناهم. بشكر الاعلاميه الكبيره الاستاذه جاسمين طه زكي اللي اصرت ان تاتي دون اي مقابل دعما منها لهذا المهرجان ومنها. بشكر هذا المسرح العريق اللي احنا واقفين فيه والاستاذ حمدي بدر صديقي صاحب المسرح وكل الاسره اللي شغالين معانا بقالهم ثلاث ايام ربطوا الليل بالنهار عشان يطلع هذا الحفل. بشكر أسرة أستاذي جلال الشرقاوي تامر وعبير على استضافتهم لهذا المهرجان. بشكر المنتجة أروى الدورة استضافتها في مسرح الأسرية لعروض المهرجان. بشكر الجامعة الأمريكية العريقة على استضافتها لينا والبروتوكول اللي عملته معانا، بروتوكول دائم معانا بإذن الله. بشكر الأستاذ أحمد فهمي والأستاذ هاني نجيب لأن حفل الختام هيبقى إن شاء الله في مسرح موفنبيك مدينة الإنتاج الإعلامي بإذن الله يوم 20. الاستعراض الأولاني كلمات طارق علي وألحان أحمد حمدي رؤوف واستعراضات نسيت اسمه مصطفى حجاج. احنا يعني ان شاء الله يعني المكسب الكبير طبعا زي ما قال نعم اخراج المبدع هشام عطل. يعني ان شاء الله باذن الله زي ما سامح قال ان المكسب الحقيقي في هذا المهرجان هو الشباب. اكثر من 600 يعني شاب وفتاه. طبعا مش مقصود الشاب سواء في يعني اجيال يعني، انما ده مكسب حقيقي للحركه المسرحيه. وزي ما المسرح بخير والدنيا بخير، لان زي ما انتم شايفين المسرح يعود ويعود بقوه. يمكن شفنا الاقبال الكبير كان على المهرجان القومي للمسرح، المهرجان التجريبي، النهارده في اقبال كبير، فالحمد لله المسرح بخير. انا بس عايز اقول حاجتين بسرعه. طبعا انا سعيد جدا بالورش اللي بنقدمها بالتعاون مع الهيئه العربيه للمسرح، وبشكر الاساتذه زملائي كلهم اللي موجودين، دكتور سيد ودكتور علاء ودكتور عبير وكل الزملاء اللي ودكتور مدحت، كل الزملاء اللي هيقدموا مجهود عظيم في الورش الابداعيه. لجنه التحكيم لجنه كبيره جدا جدا، يكفي ان على راسها استاذتي ورمز من رموز المسرح المصري الاستاذه الدكتوره هدى وصفي. الدكتوره بشكر زملائي اعضاء مجلس اداره النقابه مش كلهم. احنا ان شاء الله الدوره الجايه هتبقى في اربع مسارات. المسار الاول هيبقى في مسار لمسرح الطفل، مسار لمسرح الجماعي، مسار لمسرح المتخصصين اللي هي الكليات المتخصصه ومعهد الفنون المسرحيه الى اخره والجامعات الامريكيه، مسار للمحترفين، وكل مسار لوحده.
يعني كل مسار ليه لجنه تحكيم ليه مسرح لوحده عشان نفصل القوات، ما نبقاش لجنه تحكيم يا عيني هتتعذب معانا ثلاث عروض في اليوم، لكن هنا هيبقى اربع مسارات. الخبر اللي انا فرحان بيه، يمكن النهارده كنت في اجتماع مطول بدري، قبل ما اقول الخبر اقول حاجه ثانيه، ان شاء الله احنا خدنا قرار في مجلس النقابه بعمل مهرجان للفنون الشعبيه، مهرجان كبير كده زي مهرجان الاسماعيليه اللي كنا بنعمله. ومين هيبقى رئيس المهرجان ده؟ الاستاذ اشرف طلبه هيبقى رئيس المهرجان. هنعمل مهرجان للتمثيليه الاذاعيه وهيبقى رئيس المهرجان الاستاذ اياد فهمي. هنعمل مهرجان لمسرح العرايس وهيبقى رئيس المهرجان المهندس وائل عبد الله ان شاء الله باذن الله. طب الخبر اللي انا سعيد بيه جدا 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 وهو اسكندريه. اسكندريه التي تستحق الكثير. انا مش اسكندراني بس بعشق اسكندريه. اسكندريه تستحق الكثير. فانتظروا مفاجآت في اسكندريه. واحنا رايحين 8 صباحا بكره باذن الله لو ربنا ادانا عمر عشان نبتدي نشتغل في تطوير المسرح اللي احنا خدناه. فشكرا اعضاء نقابتي، شكرا فنانين ومبدعين مصر، وانا طولت عليكم، شكرا جزيلا.